ملعوبة داخل منطقة الجزاء، محاولة لرأسية والهدف الأول، الهدف الأول، هدف أول، هدف أول للهلال بكرة تعانق الشباك عن طريق ياسر مزمل، وتعلن الفرحة الهلالية بعد صبر طال وبعد هجران للشباك وبعد يأس بدأ. يلعب الكرة خطيرة بالرأس، صعبة جدا، وفيها ضربة جزاء، ضربة جزاء للوداد على الونش، ضربة جزاء للوداد على محمود الونش. الشوط الثاني يبدأ مولع، الشوط الثاني ينطلق تاريخي وصاروخي، فرصة كبيرة لنادي الزمالك، الكرة تصطدم بيد الونش، أمامك الصورة، كرة يمشي القدام يشوط ويحط الكرة، جول 1-0 الحمراء الودادية عن طريق يحيى جبران في أول دقائق الشوط. الوداد يبصم على تقدم تاريخي هنا في استاد القاهرة أمام الزمالك. الزمالك ليذكر بلغة الأرقام، لم يخسر أبدا قط أمام نادي مغربي في مصر. إذن الوداد يتقدم لكتابة التاريخ. أمامك الصورة، يا بكير في تنفيذ الركنية الرأسية، بابا بابا، ركلة الجزاء، ركلة الجزاء وبطاقة حمراء، ركلة الجزاء وبطاقة حمراء في وجه المدافع سيشيلي. هذه عقوبة مزدوجة تسمى في لعبة. يأذن بكير، يتقدم ويسدد بكير وسجلها، يسدد بكير وسجلها بقوة أمام جوز. شفت ركلات الجزاء عندما يضربها اللاعب بقوة، حتى ولو الحارس يرتمي في نفس الزاوية قد تمر، أقول قد تمر مثل ما مرت هذه الكرة لأنها كانت قوية. لا يا رائع عريبي، جول تراوي، عريبي جول بنيران صديقات، الجول الثاني يعوض كريم عريبي تضييعه لركلة الجزاء ويضيف الهدف الثاني في اللحظات الأخيرة من عمر الشوط الأول. هدفان لصفر صارت النتيجة الآن. اللعبة كم كانت رائعة من هنالك على الجهة اليسرى عن طريق، يرفع كرة ويجول الرأسية، والجول الأول بروعة من هنالك من سيسيني تابانغ، يسجل الهدف الأول لنادي جالاكسي في الدقيقة 4 من انطلاقة الشوط الثاني. لذلك قلت لكم منذ حين في الكرة يجب أن تكون. رجعت الكرة مرة ثانية، سلمي، با 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 جول في منتهى الروعة. يا سلام، حسين سلمي ينقذ الشباب ويسجل الثالث، ولا أروع هذا الجول. شباب بالوزداد صام وصام وصام، وعندما أفطر أفطر على هدف ولا أروع من سلمي الذي سلمي. مرزوقي، كرة لمرزوقي، مرزوقي الرابع، جول يجب أن يسجل هذا المجنون. مرزوقي يسجل الرابع في الوقت بدل الضايع، مثل ما فعلها قبل أسبوع هنالك في بوتسوانا عندما سجل الثنائية، الثاني كان من في الوقت بدل الضايع، هو يفعلها ويسجل الرابع بعد تمريرة رائعة من محمد إسلام بالخير. بالأربعة شباب بالوزداد يضربون نادي كواكبي، وكواكبي مار ويتقدم ويلعب كرة، جول، الله، الله يا كواكبي، الله، هي في المرمى، هي أول الأهداف للاتفاق، يا روعتك يا مهاري يا هداف يا ممتع يا فنان يا كواكبي، هي جول، هي جول، هي جول يا مهاري. رباعي، كرة مرتدة، جول، ممكن هي جول، ممكن هي جول، هي جول، روبن كوايسون، لكن اوف سايد، اوف سايد، اوف سايد، اوف سايد في الكرة الماضية. روبن كوايسون كان ممكن ياتي بالثاني بعد تحرك في الكرة الماضية بعد سكاتيرون، وبالتالي في مشاكل دفاعية في الكرة الماضية، والكرة ممكن هي جول، هي جول يا روبن كوايسون، جول، جول ثاني للاتفاق، جول ثاني، هي جول يا اتفاق، الاتفاق يسجل وجمهوره يغني، انا اتفاقي يا اتفاقيين، ولدي في دمي عمره سنين، يا عيني يا
الشرقية التي في دمي عمر وسنين ولد مجد. هي كرة في مكان جميل وكرة من عمق جول الله حمد المنصور الظهير الأيمن يسجل أول الأهداف في الشوط الثاني من كرة عرضية رائعة جدا يا حمد وحمد المنصور في تسجيل الهدف الأول لمصلحة العالمي. كرات منقولة كرات رائعة جدا قدوات وبتكون صعبة في هذه الكرة. بيتي مارتينيز يلعب كرة جول جول مارتينيز الداهية والعبقري موسيقار وسط الميدان هو يسجل الثاني. الله عليك يا عازف الأرجنتين هدف نصراوي ثاني بأقدام أرجنتيني. Gravenberg zet voor en daar de 1-0. Tadic binnen 3 minuten neemt Ajax de leiding. Daar komt de volgende kans en ook nu de volgende goal aan. Haller heeft hem binnen. Anthony daagt Bangura uit. Dat is het voorkomen. Dan moet je een goal maken. Wat geluk hebben. Die kan erin gaan. Hier is hij. Kalon geeft hem een setje. Genoeg voor Paulussen. En hij laat hem maken door Joosten. Daar is de 2-2. Taljafico gruwelijk in de van grote afstand en binnengeschoten. Een onwaarschijnlijk doelpunt. Hij maakt er nooit één, Gravenberg. Snoeien, snoeien hard. Vingertoppen van de keeper. Toucheren nog de bal, maar die bal laat zich niet van de wijk. Not to get possession straight to João Félix. What on earth happened there for Jeremias Ledesma? Inside 3 minutes, João Félix makes it 3-3 against Cadiz. That will be in the not top 10 in Sports Center. And Jeremias Ledesma joins the club that was started by Gianluigi. Marcos Llorente يرجع في العرض. نيجريدو! هدف التعادل. ألفارو نيجريدو. آخر لحظات الشوط الأول. توخر من إسبينو. وألفارو نيجريدو براسية في الزاوية البعيدة في مرمى أوبلاك. يرشح قادش في النتيجة مع نهاية الشوط. هدف تعادل مستحق لقادش كان الأفضل في شوط المباراة الأول ينجح في إدراك التعادل في 45 دقيقة. كوريا مسالت والهدف الثاني رودريغو دي بول كانت بسداد انتقاد عمليات بين الأشبة والبوتا على عمليات أتلتيكو مدريد والإجابة لم تتأخر 67 دقيقة هجوم مركز على تراب ماركوس لورينتي مهدا سواريز صوب أنخيل كوريا عاد الحارس ليديسما وحضرة المتابعة من رودريغو دي بول أول هدف للأرجنتيني.